مدينة الحراك، من يوميات مسلسل القصف العشوائي على مدينة الحراك من اللواء 52 مدرعات واللواء 12 الفوج 175 مدفعية. هذا ما حل في مدينة الحراك بأحد المنازل بقصف عنيف استهدف هذا المنزل وأدى إلى أضرار بالغة في هذا النسل. لن يسلم أي شيء في هذا المنزل في مدينة الحراك أيقونة الثورة السورية. وهذه إصلاحات بشار الأسد بدت واضحة في مدينة الحراك على هذا المنزل الذي هو أحد المنازل المتضررة في مدينة الحراك. هذا ما وعد به بشار الأسد من إصلاحات لمدينة الحراك التي طالبت بإسقاط النظام وأعدام الرئيس عبر المظاهرات السلمية وهتافات تدعو إلى الحرية.